طبيعيه. مرات لما تكون راكب الحصان يتكي تتكيه طويله ثقيله، الحصان من حقه يسحب، من حقه يتكي، من حقه يفضي، وبيسويها من جهه من جهه. والتتكيه قلنا بتكون بطول معين، ثقل معين، فانت بتواكبه انك بتتكي من الجهتين من جهه من جهه، زي ما هو متكي من الجهتين بس من جهه من جهه. مرات تكون التتكيه طويله، يطول في التتكيه، مثلا خايف من شيء معين، يبغى يروغ، يبغى يندفع الى اخره، فيتكي ويطول بالتتكيه. لان الشخص حس الحصان مطول في التتكيه، يقوم يحاول يطلع من التتكيه عن طريق النتك عشان يبغى يسحب او يفضي الى اخره. ان كان نتكك مواكبه للثقل طبيعي، هذا صح. ان كان نتك عندك في استفزاز تبي يطلعك الماء عنده عادي. اما اذا كان نتكته انك ما تبغى يطول في التتكيه، مع الوقت بيعرف الشيء ذا بيستغل عليك. كل ما طول بالتتكيه طول انت بالتتكيه، خله هو يختار انه يسرع فك التتكيه، لا تخليه يحس انه طلع من التتكيه الثقيله البطيئه بسببك انت، عشان ما يستغل عليك مستقبلا. يستغل عليك قصدي ان الحصان يعرف انك منعته من شيء معين، طريقتك مبنيه على عدم المنع، فبيصير يختار التتكيه اكثر من السحب والتفضيه، ويختار التطويل في التتكيه الثقيله اكثر من التتكيه الخفيفه السريعه خلنا. فكل ما حس انك ما تبغى شيء معين طبيعته بغريزته بيحاول يسويه، لان هذا جزء من طبيعته اللي هي الهرب، فعل عكس ما تريد انت. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الشيء ده المفروض يكون له شعورين اساسا بدون ما تتعمده، هو اصلا تكة فانت بتتكي، زاد زد زاد زد، وصل لمرحله معينه ما قد تواكبها بالثقل تقوم تنتك. فاللي يصير انه لما يتكي تتكيه طويله بطيئه، خير يطير، تك تتكيه ثقيله بطيئه زيه. فالاصل انك تسوي له شعورين، زي موضوع الكتف والركبه الخارجيه اللي شرحنا، التمارين اللي شرحناها. الاصل انك لو واكبت صح بتتحكم بالركبه الخارجيه بدون تمارين، لكن الشخص اللي ما عنده دقه تخليه يسوي شيء شعوريا بدل ما يسوي لا شعوريا. لكن الاصل في المساله انك تسويها لا شعوريا، من حق يسوي اي شيء حتى لو كان سخيف. فان كنت ترى التتكيه الطويله بطيئه سخف، شغلك خليه يسوي السخف، بس الفكره ينطبق على موضوع السحب الزايد، التفضيه الزايده، رفع الراس الزايد، فك الفم الزايد الى اخره. حق له فعل ما يريد حتى لو كان سخيف نظرك، مو مهم وش ترى انت، المهم وش يرى هو. بالذات الاشياء اللي انت تراها سخيفه هي الاشياء اللي عاده يسويها هو، لان اولا يرى انك ما تبغاها فيبغى يسويها عليك، هذا رقم واحد. ثانيا هي بما انك تراها سخيفه معناته انها اقرب لطبيعته، يعني انه بيسويها اكثر من الاشياء الاخرى. النقطه الاخيره وهي الاهم اللي لابد الشخص يعرفها، ان الحصان كل ما هو زرع وعرف العنان اختار التفضيه زي ما قلنا اكثر من السحب والتتكيه، يعني يعرف ان السحب بتزلقنا وان التتكيه بتواكبه، فيبدا يستعمل المهاره. فكل ما كان الحصان يستعمل التتكيه والسحب اكثر من التفضيه، معناته دقتك مضبوطه، فالحصان غسل يده من المهاره، فرجع لموضوع التتكيه والسحب. فطالما ان السحب والتتكيه بحدود التحكم التام ورقبته خفيفه، بس اختار السحب والتتكيه اكثر من التفضيه، معناته انه ما راح يشتغل الخفه والمهاره عليك بسبب مهارتك ودقتك، ليس العكس.